وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الصهيونية ضد المدنيين في ظل إبداء نتنياهو الموافقة على صفقة جزئية لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط الدكتور عبد الرحمن الفرة. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. في اليوم 62 بعد 200 من العدوان على قطاع غزة، منظمة أنقذ الطفولة البريطانية تحصي مقتل 21 ألف طفل منذ بداية العدوان، وتشير أيضا إلى إصابة ومقتل 100 طفل في كل يوم من أيام العدوان. بماذا تفسر هذا الرقم أو هذه الظاهرة؟ أنا التفسير واضح، أن الاحتلال الصهيوني يستهدف المدنيين ويستهدف البنية التحتية لقطاع غزة من أجل تشكيل حالة من الصدمة للشعب الفلسطيني جراء اصطفاف هذا الشعب العظيم خلف المقاومة وخلف خيار 7 أكتوبر، ومن أجل أن يشكل رادع لمكونات الأمة العربية والإسلامية ولكل من يتجرأ من وجهة نظر الاحتلال الصهيوني لأن تمتد يده لمواجهة هذا الاحتلال. هذه الفاتورة الباهظة من الدماء تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي لطالما نادت بمعاني الحضارة والإنسانية والديمقراطية، تتحمل وزرها وتتحمل يعني أنها أطلقت يد هذا الكيان الصهيوني من أجل قتل واستهداف الحياة في قطاع غزة واستهداف كل مكونات ومعاني الإنسانية. الاحتلال الصهيوني يريد بهذا المشهد أن يرسم مشهد دموي في ذهنية كل فلسطيني حتى يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويثنيه عن حقوقه، وهو لا يعلم أن الشعب الفلسطيني يزداد إصرار بهذه الدماء على المزيد من التمسك بخيار المقاومة، لأنه أثبت تاريخيا أن خيار الاستسلام لا يمكن إلا أن يجر مزيد من الخنوع والذلة، وأثبتت المقاومة أنها هي الحامي الوحيد لشرف وعزة أصحابها ومن يحملونها ويؤمنون بها. الشعب الفلسطيني اليوم أكثر من 9 شهور من هذه الملحمة الكبرى، يفشل الجيش الصهيوني من الوصول المباشر إلى مقاتلي ومجاهدي المقاومة الفلسطينية، فيثأر من الأطفال ويثأر من النساء، ويحاول أن يشكل ضغط عل وعسى من وجهة نظرهم أن يشكل هذا الضغط حالة من إثارة يعني العصيان في وجه المقاومة الفلسطينية وفي وجه قادة الفصائل وفي وجه قادة حركات التحرر الإسلامية والوطنية التي تخوض اليوم مقاومة شريفة وبطولية في وجه هذا الاحتلال. هذا بالطبع أمر أصبح من الماضي وأصبح أمام حالة من الفشل الذريع التي منيت بها هذه السياسة وكرست بالمقابل حالة من الحقد تجاه الاحتلال الصهيوني الذي يعني أجعل من الدماء عنوانا في معركته. أمس تحدث نتنياهو في العديد من الأمور، كان من أبرزها الحديث عن استعداده لعقد صفقة جزئية، ثم بعد ذلك قال بأنه يعني مستعد للصفقة التي المبادرة الأمريكية لتنفيذها، وتحدث عن تصميمه على تدمير المقاومة ولا سيما حركة حماس. في ضوء هذه التصريحات، هل يعني ذلك بأن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية من خلفه ترفض وقف الحرب وبالتالي قد تكون هذه حربا طويلة الأمد؟ سيدي، الفاضل نتنياهو بالأمس أراح المحللين السياسيين ويعني شكل حالة من الصراحة المتبجحة أمام كل العالم عندما تحدث بوضوح أنه مستمر في المعركة ومستمر في الضغط على الشعب الفلسطيني، وهدفه الأساسي بالفعل كما وضح يعني تثوير الناس على المقاومة ولفظ فكرة المقاومة. نتنياهو بكل وضوح تحدث أنه من الممكن أن يقبل بصفقة جزئية يخرج بعض من المدنيين، وهو يوصل رسائل في اتجاهات متعددة يعني بقصد أو بغير قصد. من ناحية هو يقول أنا الأولوية عندي الآن المدنيين، هو يقر أنه لا يمكن له أن يستعيد أسرى إلا عبر المفاوضات مع المقاومة، وهو يجعل مصير الجنود مجهول ولا يضعهم ضمن الأولوية، وكأنهم من ذهبوا القتال هم من يعني
سلموا أنفسهم للمقاومة، لماذا لم يقاتلوا، لماذا لم يقتلوا؟ وكأنه يوصل رسائل عكسية وسلبية للمجتمع الصهيوني بقصد أو بغير قصد، مقابل أن يبقي هذه المعركة مفتوحة حتى يحافظ على بقائه في السلطة وحتى يحافظ على مكتسباته هو واليمين المتطرف. نتنياهو يحاول التذرع بسموتريتش وبن غفير، ونتنياهو هو أكثر يمينية من هذين الوزيرين، وهو يضعهم كذرائع، هذين الوزيرين يخرجان ما بين الحين والآخر، ويعني يكشف شيئا من يعني خلفيات وكواليس الاتفاق أصلا ما بينهم وما بين نتنياهو، عندما يخرج الحديث بشكل واضح عن ضم مناطق استيطانية في الضفة وصولا إلى ضم الضفة، الناس تتحدث بشكل واضح وعلانية، وهذه ليست أسرار بالنسبة لهم. والأدهى من ذلك أنه يقول وبصريح العبارة، نحن مواصلون في هذه المعركة حتى بدون دعم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاحتلال الصهيوني وصل إلى مرحلة لا يأبه بالمنظومة الدولية، ولا يأبه حتى بداعميه ومزوديه بالسلاح ومن أعطوه يعني الشيكات المفتوحة لقتل الفلسطينيين، وهو اليوم يضرب بعرض الحائط كل الأوراق وكل المسارات السياسية والمسارات التفاوضية التي من شأنها أن تنهي المعركة وتوصلنا إلى حالة من شبه الاستقرار في المنطقة، وتؤيد حالة التوتر التي دخلت فيها كل المنطقة، التي قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات حرب إقليمية أكبر من مستوى حتى قطاع غزة. هذا المشهد مشهد معقد، كرس نتنياهو أنه هو من أسقط كل الخيارات وأعفى المقاومة الفلسطينية وحركة حماس من أي مسؤوليات كان الأمريكان قد قذفوها تجاههم. و للأمانة بالأمس القريب عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه خطاب مباشر ورسالة مباشرة لحماس ولفصائل المقاومة، ومن هي حماس حتى توجه لها يعني أمريكا وبتوقيع 8 دول في مجلس الأمن توجه لها خطاب لتقبل بعرض بايدن، واليوم نتنياهو يرفض هذا العرض. هذا مشهد مذل للولايات المتحدة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعني لطالما وقف مع الظالم تجاه ضد المظلوم. هل تعتقد بأن أمريكا فعلا يعني هناك خلاف حقيقي بينها وبين أو تباين في وجهات النظر بينها وبين حكومة نتنياهو، أم أنها لو أردت فعلا أن تضغط على حكومة نتنياهو ستفعل ذلك ويمكن أن توقف الحرب؟ هناك مشاركة أمريكية بشكل أو بآخر في هذه الحرب، وهي مشاركة واضحة، وإلا هل يعقل أن يتحدى نتنياهو بهذه الوقاحة الإدارة الأمريكية التي وقفت معه طيلة الشهور الماضية؟ دعنا نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إسرائيل بين قوسين أكثر من نتنياهو نفسه، وهي تعلم أن نتنياهو اليوم يقود هذا المشهد ضمن إطار مصالح شخصية وللمحافظة على ذاته، وحتى استقالة الوزراء المقربين من الولايات المتحدة الأمريكية حملت رسائل واضحة أكدت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقويض نتنياهو، ولكن لا تريد أن تكسر بين قوسين إسرائيل في ظل هذه المعركة التي تمثل معركة وجودية لاستعادة الردع واستعادة ما تبقى من حفظ ماء وجه هذا الاحتلال في المنطقة، الذي هو لا يمثل ذاته بل يمثل الهيمنة الاستعمارية والغربية في الشرق الأوسط. هذا الكيان اليوم بالطريقة التي يقودها نتنياهو وبحالة الصلف والبجاحة التي يعني يسعى إلى تكريسها، إنما يعني يتجاوز كل الخطوط الحمر. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضغط وتستطيع أن يعني تلزم نتنياهو وغير نتنياهو في الاحتلال الصهيوني، ولديها من أوراق الضغط الكثيرة. الأمر ليس مرتبط فقط بشحنات السلاح، وليس مرتبط بموضوع المفاوضات وغيره، ولكن اليوم حالة النشاط غير المسبوقة التي يقوم بها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. تخيل سيدي الكريم والسادة المشاهدين، اليوم نحن أمام حالة من الارتباك في المشهد الأمريكي إزاء ما الذي من الممكن أن يتحدث به نتنياهو أمام الكونغرس في الشهر المقبل خلال الزيارة المرتقبة. إلى أي حد وصلت له الولايات المتحدة الأمريكية في مشهد استيعاب نتنياهو؟ نتنياهو اليوم يجب أن يواجه بمستوى أعلى. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل سياساتها على المحك من أجل المحافظة على إسرائيل بين قوسين، وهذا ليس بالضرورة
مشهد اعتيادي، ولكنه مشهد يؤكد أن ما كتب وما درس عن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هو ليس أمر فقط نظري، إنما أمر اليوم يترجم على أرض الواقع في هذه المعركة التي مثلت بالنسبة للصهاينة معركة وجودية، ومثلت بالنسبة للحالة الغربية والمجتمع الغربي معركة إثبات وجود وسيطرة وهيمنة في المنطقة. تقديراتنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقود هذه المعركة لا تزال تمتلك أوراق من القوة، ولا تزال تمتلك زمام الأمر وتستطيع أن تنهي المعركة، ولكنها هي من تضغط على الشعب الفلسطيني، وهي من تريد أن توئد هذه الحالة، حالة 7 أكتوبر، حالة المقاومة التي يعني نهضت بالأمة ويعني صحت في وجدانها الكثير الكثير. شكرا لك الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعة الضغط الدكتور عبد الرحمن الفراح.